السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم محمد كريمي. موضوع فيديو اليوم هو هذا التلفاز من نوع أو اسمه نيكاي، فهو صيني الصنع 32 بوصة LED. به مشكل عندما أقوم بتوصيله بالكهرباء، لاحظوا يعني تبدأ اللمبة على هذا الشكل تنطفئ وتشتعل مع سماع صوت داخل التلفزيون، ذلك الصوت فهو متوازي مع انطفاء اللمبة عندما تنطفئ أو متوازي مع وميض هذه اللمبة، صوت يسمع داخل التلفزيون بشكل خفيف. أعتقد بأنه لا أعلم إن كان يعني ظاهر أو مسموع في الكاميرا. أعلم إن كان مسموع. المهم أصدقائي، الآن سوف أقوم بفتح هذا التلفاز وأكتشف العطل الذي به ونحاول إصلاحه مع بعضنا إن شاء الله، فتابعوا معي. هذا هو شكل التلفاز من الداخل كما تلاحظون. الآن سنوصله بالكهرباء. بسم الله، لاحظوا اللمبة واسمعوا الصوت أصدقائي. رأيتم هذا الصوت؟ فهو صادر من الباور سبلاي، كأن الباور سبلاي بها خنق، ربما هناك قصر في مكان ما، وهو الذي يسبب هذا الصوت مع انطفاء واشتعال اللمبة. وأيضا الفولتيات فهي أو الجهود فهي غير ثابتة. الآن الصوت أصبح قوي نوعا ما، إذا لاحظوا في هذا الدايود، لاحظوا الفولت فهو غير مستقر. هنا أيضا هذا الدايود هنا، لاحظوا إذن الفولت أو الجهد غير مستقر مع سخونة شديدة في هذا المصفط. هذا المصفط هنا سوف أقوم بتبليله، لاحظوا رأيتم الماء يتبخر بسرعة، وهذا دليل على أن المصفط فترتفع حرارته بشكل غير عادي. لاحظوا رأيتم احتمال أن يكون هذا المصفط هو سبب هذا المشكل. إذن سوف نقوم بفصل الكهرباء الآن ونبدأ بقياس هذا المصفت. وهذا المصفت فهو خاص بدائرة يعني البوست كونفرتر أو الدرايفر ليد، المسؤول يعني عن إشعال الليدات الباك لايت. إذن نقوم بوضع الملتيمتر على وحدة قياس الدايود والجرس على هذا الشكل. أعتذر، لدي مشكل إضاءة أصدقائي في المحل، فالإضاءة موضوعة يعني بشكل غير جيد، فبالتالي فهي يعني تزعج في التصوير. إذن نقوم بأخذ المصفط على هذا الشكل. إذن كما تلاحظون هنا لا يوجد قصر. إذن لنلاحظ هنا لا يوجد شيء، لا يوجد لا قصر ولا شيء، ولكن المصفط يا أصدقائي فترتفع حرارته، ولكن يعطي هنا قراءة، لاحظوا بين الجيت والسورس يعطي هذه القراءة. سوف أحاول قياسه بالأوم لنرى قيمة مقاومة التي يعطيني. إذن يعطيني قيمة مقاومة 930 أوم، 930 أوم، وهي يعني قراءة ليست عادية أصدقائي. المهم الآن سوف أقوم بإزالة هذا المصفط وأجرب يعني أشعل التلفاز يعني بدون مصفط،
ونرى إن كان المشكل اللمبة هل ستبقى يعني شغالة بوضع مستمر، والجهود تكون كلها يعني جيدة مستقرة أم لا، لأن المصفت في هذا الوضع الآن فترتفع حرارته بشكل كبير، وأيضا يعطيني قراءة مشكوك في أمرها، ولهذا وجب علي إزالته وأرى. تابعوا. أولا ندهن هذا المصفت بالفلاكس، أكثرنا له الفلاكس ولكن لا مشكلة. إذن نقوم بالتصويب عليه الهوت اير. ما هو المصفت؟ لقد تمت إزالته. الآن سوف أقوم بتوصيل التلفزيون بالكهرباء ونرى. بسم الله. إذن كما تلاحظون اللمبة الآن مشتعلة بشكل مستمر. إذن نقوم بقياس الجهود مجددا. إذن عبر هذا الدايود هنا لاحظوا 38 فولت. إذن هنا 12 فولت، هي جيدة مستقرة. إذن المشكل ربما يكون في هذا المصفت. إذن سأفصل التلفاز الآن على الكهرباء وسوف أبدأ بقياس هذا المصفت الآن. نضع الملتيمتر على وحدة قياس الدايود والجرس هكذا. إذن نأخذ الملتيمتر. إذن هنا يعطي قراءة، هنا يعطي قراءة، لاحظوا المفروض ألا يعطي قراءة، وخصوصا مع الجيت مع السورس والدران لا يجب أن يعطي قراءة، فالجيت فهو المفروض أن يكون يعني مستقل عنهما. لاحظوا يعطي قراءة على كلتا الجهتين، وهذا يدل على أن هذا المصفت فهو تالف أصدقائي. ولكن أيضا وجدت شيء، لاحظت شيء، وهو مكتفة سيراميكية. لاحظوا سوف أريكم مكتفة سيراميكية، يبدو من شكلها أنها غير سليمة أصدقائي، فبها شق مشقوقة. فمعروف بأن هذه المكتفات عندما تتلف أو يقع بها خلل فتكون يعني مشقوقة. لاحظوا رأيتم أصدقائي بهذا الشق هنا، لقد لاحظته بالعين، لاحظوا به شق، فهي مشقوقة، وهي جاءت بين دران وسورس المصفت. لاحظوا ها هي أرجل متصلة مع هذا البين دران، وهذا البين هنا متصل مع سورس المصفت. إذن احتمال كبير أن يكون هذا المكتف السيراميكي يعني تلف أصدقائي، وتسبب في احتراق هذا المصفت، والمصفت بدوره يعني خلق الجهد يعني للباور سبلاي، خلق الجهد للباور سبلاي، أصبحت الباور سبلاي يعني تعطي تدفع جهد
يفصل، تعطي جهود وتفصل، أفهمتم أصدقائي؟ فغالبا هذا ما سوف يكون أصدقائي. إذا سوف أقوم بإزالة هذا المكتفة السيراميكية هي أيضا، وأقوم بالتأكد منها، هذا قبل تركيب مصفط مكان هذا المصفط. وأتمنى أصدقائي ألا يؤثر هذا المصفط عندما تلف، ألا يؤثر على اي سي التذبذب لوسيليتر لهذا الدرايفر ليد او البوس كونفرتر، لان هذا البوس كونفرتر موجود به اي سي. غالبا هذا الاي سي سوف يكون من تحت، لا يوجد هنا، لا يظهر لي اي سي، ربما يكون من تحت البوردة موجود، يكون اي سي صغير وهو خاص بالتذبذب لوسيليتر، الموجة المذبذبة التي تدخل الى جيت المصفط. فهمتم اصدقائي؟ اتمنى الا يتأثر ذلك الاي سي. إذا سوف أقوم بإزالة المكتفة السيراميكية وأتأكد منها هي أيضا، غالبا سوف تكون مضرورة بها ضرر بها خلل. إذن سوف نقوم بإزالة هذه المكتفة، حتى أن لا يوجد هنا اي سي تذبذب أصدقائي، لا أعلم ما. المهم سوف نقوم بإزالة هذه المكتفة ونرى. فعلا بها شق يعني ظاهر، لاحظوا. سنأخذ المالتيمتر ونقوم بقياسها، سوف نقوم بقياسها بوحدة قياس الدايود والجرس لنرى. إذا نأخذ هذا البين الآخر، لا تعطي أي قراءة، ولكن سوف أقوم بقياسه الآن بوحدة قياس المكتفات. إذا لاحظوا بها مشكل بالتأكيد، لنرى قيمتها كم، حتى أنها تظهر من هنا، يعني ظاهر عليها أثر كالاحتراق أو السخونة. إذا مكتوب هنا 221 ك، ذلك الواحد نحوله إلى صفر، إذن تعطينا 220، أعتقد بأنها 220 بيكو فاراد. هذه قيمتها 220 بيكو فاراد. أكيد بأنها تعريف. إذن سوف أقوم بقياس هذه، لا تقوم، أعتقد بأنها لا تقوم بقياس البيكو فاراد على ما أعتقد. سوف أتأكد منها بجهاز آخر. إذن سنأخذ هذا الجهاز، سأضع المكتفة هنا على هذا الشكل، نقوم بقياسها الآن. لاحظوا القيمة التي أعطاني 216 PF يعني بيكو فاراد. إذن هذه يعني تقريبا تعطي قيمة صحيحة، ولكن مع ذلك أصدقائي فهي تبدو، لاحظوا أثر يعني السخونة وهذا الشق، لا أعلم ربما عند الاشتغال يظهر بها العيب، فوجب علي الآن
استبدالها أصدقائي بالرغم من أن أعطتنا قراءة جيدة. المهم سوف أقوم باستبدالها واستبدال هذا المصفت وإن شاء الله يكون خير. تابعوا. ولكن يا أصدقائي قبل استبدال هذه المكونات لقد تذكرت شيء علي بالتأكد من أي سي التذبذب، وأي سي التذبذب لقد جاء هنا يعني غير ظاهر. لاحظوا تحت هذا الضايض يوجد أي سي، هذا الأي سي هو المسؤول عن الموجة المذبذبة للدرايفر ليد أو البوست كونفرسر المسؤول عن إشعال خلفية الإضاءة. يجب التأكد منه قبل يعني استبدال تلك المكونات. ربما يكون تالف هو أيضا عند تركيبنا للمصفت سوف يحترق مباشرة أو شيء. المهم وجب علي التأكد منه، سوف أتأكد منه بواسطة جهاز الأوسيلسكوب راسم الدبدبات. إذن سأعمل فحص أو تيست بواسطة هذا الجهاز. هذا عبارة عن جهاز مالتي متر وأيضا أوسيلسكوب، مالتي متر أند أوسيلسكوب. لاحظوا اثنان في واحد. عمري ما استعملته، لقد اشتريته تقريبا مدة شهر وهو عندي ولم يعني تتيح لي الفرصة لكي أشتغل به. الآن سوف أشتغل به، سوف أجربه يعني أمامكم. وهذا ليس يعني إشهار أو دعاية أو شيء، حتى أنني لن أذكر لكم الموقع الذي اشتريت من هذا. يمكنكم يعني إن أردتم يعني شراؤه، ها هو يعني اسمه موستول، ها هو اسمه وها هو رقم الموديل. يمكنكم وضعه في جوجل وسوف يوجهكم يعني إلى المواقع التي موجود بها هذا الجهاز. إذا على بركة الله أعتقد بأن ليست به بطارية، وهو يشتغل على يشتغل بثلاث بطاريات. سوف أقوم بتركيب البطاريات وسوف نجرب به الاي سي كما قلت لكم اول مرة استعمله، سوف اشارككم التجربة. تابعوا. اذا اصدقائي هذا هو جهاز الاوسيلسكوب. الان سوف نقوم باختبار اي سي التذبذب. اذا سوف نضع الارضي مع الارضي هنا في القطعة الحديدية يعني السالب مع القطعة الحديدية للاوسيلسكوب، والموجب للاوسيلسكوب سوف نضعه في مكان المصفت وبالتحديد في أرجل الجيت البوابة. إذن هذا هو مكان المصفت هنا، هذه النقطة هنا هي مكان الجيت للمصفت. الآن سوف نقوم بتوصيل الكهرباء. بسم الله. لاحظوا الآن اللمبة الحمراء ها هي مشتعلة. جيد، نتمنى أن تستوعبوا الموضوع، فالأمر جد سهل. الآن سوف نقوم بالضغط على زر الباور للتلفزيون. لاحظوا اللمبة الحمراء سوف تتحول إلى اللون الأخضر، ولاحظوا عندما يشتعل اللون الأحمر عندما يقلع التلفاز، لاحظوا في جهاز راسم الدبدبات في الشاشة خاصته. إذن بسم الله هي الآن خضراء. إذن كما تلاحظون ها هي الآن ظهرت موجة مذبذبة. إذن أي سي التذبذب فهو جيد، ولاحظوا الفولت أو الجهد يوجد 10.33 فولت. هذا الجهد 10.3 أو 10 فولت فهو مصحوب بموجة مذبذبة، وها هي الموجة المذبذبة الخاصة يعني بالأي سي. لاحظوا عندما أقوم بإزالة، لاحظوا تختفي 10 فولت وتختفي الموجة المذبذبة. عندما نقوم بوضع هنا، لاحظوا هي قد ظهر الجهد 10 فولت والموجة المذبذبة. هذا يعطينا فكرة على أن أي سي التذبذب فهو شغال يعني شغال بشكل جيد. إذن نأخذ الملتيمتر الأخرى ولنرى هل ذلك الجهد يعني صحيح. إذن نأخذ هذا الملتيمتر
اذا نضعه هنا. اذا كما تلاحظون ها هي 10 فولت. اذا كما قلت 10 فولت فهي مصحوبه بموجه مذبذبه. لنستعمل الان الاوسيلوسكوب. اذا كما تلاحظون انا لا اعلم يعني صراحه اول مره اشتغل به يعني الكثير لا اعلم عنه مثلا يعني لا اعلم اين يظهر كيف يظهر يعني يعني قيمه الموجه المذبذبه يعني الهيرتز تبع الموجه المذبذبه لا اعلم كم من كيلو هيرتز او كم من هيرتز لا اعلم فانا ليست لدي خبره كافيه يعني في التعامل مع هذا الجهاز. ان شاء الله سوف اخصص فيديو خاص عن هذا الجهاز وسوف ان شاء الله اتدرب عليه واعمل فيديو واريكم كيف يشتغل. على العموم الان يتضح لنا بان الاي سي فهو يعني شغال يوجد به موجه. لاحظوا عندما اقوم بالاطفاء الان لاحظوا هي احمر الان اختفى الجهد واصبح خط مستقيم وبالتالي لا توجد موجة مذبذبة. اذا نقوم بالتشغيل مجددا هو اخضر اذا ننتظر قليلا هو الان ظهر الجهد وظهرت الموجة المذبذبة. اذا نستنتج من هذا كله بان اي سي التذبذب الخاص بالدرايفر ليد فهو شغال. الان على بركة الله سوف اقوم باستبدال المصفط والمكتف السيراميكي. انا لدي مثلهم في بوردة لتلفزيون صيني. لاحظوا هذا هو المصفط لاحظوا مثله وايضا المكتفة نفس قيمة تلك المكتفة بالضبط. لاحظوا 221 ك لا اعلم كم من كيلو فولت 1 كيلو فولت 221 مثل هذه تماما مثل قيمة هذه كما رأيتم في الأول. إذا على بركة الله سوف نركبهم ونجرب وإن شاء الله يكون خير. تابعوا يا أصدقائي. المصفت جيد الآن سوف أقوم بتركيب المكتف السيراميكي. الآن لقد تم تركيب المكتف السيراميكي والمصفط. نلاحظوا إذن الآن ما علينا سوى التجريب. نتوكل على الله. هذه أول تجربة لم أجرب من قبل أردت أن أشارك معكم يعني كل شيء. إذا على بركة الله نوصل الكهرباء بسم الله. ها هي اللمبة مشتعلة. نضغط على زر التشغيل من الأزرار. لاحظوا ركزوا معي في هذا الثقوب بسم الله. ها إذا كما تلاحظون الإضاءة الآن اشتغلت أو اشتعلت ولله الحمد. سوف أتفقد الحرارة. لا توجد حرارة الأمر عادي جدا. الآن سوف نلقي بنظرة على التلفزيون بسم الله. أولاً
الآن التلفاز شغال ولله الحمد. ولله الحمد اشتغل التلفاز الآن. وسبب المشكل كان في هذا المصفط وفي هذا المكتف السيراميكي كما رأيتم. إذا أصدقائي لقد رأيتم يعني طريقة التعامل مع هذا الأعطال. وأصدقائي أطلب منكم طلب، وخصوصا أن الأصدقاء المتواجدون في الديار الأوروبية بحكم يعني أوروبا متوفر فيها يعني كل شيء ورخيص، فجزاكم الله خيرا خيرا يا أصدقائي المتواجدون يعني خارج المغرب في ديار المجر أوروبا. إن كان أحدكم يتوفر على جهاز أوسيلوسكوب أو يشتريه لي من هناك وسوف أعطيه يعني ثمنه. فأنا حاولت يعني مرارا أن أشتري جهاز أوسيلوسكوب يكون عملي وجهاز يعني ممتاز احترافي، ولم أجد صراحة. وجدته في موقع مغربي اسمه جوميا، ولكن بثمن باهظ، أنا لا أستطيع يعني شراؤه. فبحكم يعني أوروبا موجود فيها هذه الأجهزة وهي بثمن يعني يكون ثمن رخيص، فأرجوكم يا أصدقائي أن تساعدوني بالتعاون معي بإرسال لي جهاز أوسيلوسكوب لكي ينفعني في شغلي أصدقائي، وأيضا ينفعني في تبيان لكم الأعطال والاشتغال به وعمل فيديوهات يعني وابتكارات. فبواسطة جهاز الأوسيلوسكوب أستطيع يعني عمل ابتكارات وأستطيع حل أعطال معقدة والعديد والعديد من الأمور، بشرط أن يكون يعني جهاز أوسيلوسكوب يعني احترافي. أنا لقد اشتريت هذا، ولكن أنتم تعلمون فهذه الأجهزة يعني الصينية تكون يعني غير دقيقة وغير مضبوطة. وأيضا الجهاز الأوسيلوسكوب الصغير الذي رأيتم في فيديوهات مسبقا فلقد تلف، لقد يعني خسر، ما بقاش خدام. فلهذا يا أصدقائي وخصوصا المغاربة، يا أصدقائي مغاربة المهجر، أرجوكم إن كان لديكم يعني الإمكانية أن تبعثوا لي جهاز أوسيلوسكوب جزاكم الله خيرا، أو إن كنتم يعني في العطلة يعني جئتم إلى بلاد المغرب بلدكم فأحضره لي جزاكم الله خيرا. إذا أصدقائي نأتي إلى نهاية الفيديو، وللتوضيح هذا ليس يعني سعاية كما كنقولوا أو طلبة أو شحاتة أو، فهذا عمل يعني واجب إنساني، أو وأنا أيضا سوف أعطيكم يعني ثمنه، يعني إن أحضرتموه لي سوف أشتريه من عندكم يا أصدقائي. فهذا هو، إن أردتم أن تعطوه لي يعني بدون مقابل جزاكم الله خيرا، حتى أنا أشارككم معكم يعني المعلومات ولا أبخل عليكم بشيء، فأرجوكم التعاون معي. فهذا هو المطلوب، المسألة ليست شحاتة ولا شيء. إذا أصدقائي نأتي لنهاية الفيديو، وإلى الفيديو المقبل، مع السلامة.